على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة واستحياء، واكرهها والعن ابوها بعشق زي الداء، واسيبها واطفش في درب وبتبقى هي في ضرب، وتلتفت تلاقيني جنبها في الكرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشاهدين الكرام، في البداية كده نصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وبعد إذن حضراتكم اللايك الجميل اللي بحسسني فعلا إن أنا بقدم شيء بيعجبكم، حبيت أبدأ معاكم بقصيدة الرائع صلاح جاهين. أنا مش طالع أتكلم عن مصر إنها بلدي، لأني أعلم أن مصر بتهم كل الدنيا، كل إنسان شريف يهمه أمن وسلامة مصر. أما في بعض الناس المندسة سواء في الداخل أو الخارج، دول لا بيهمهم مصر ولا غير مصر، بيصلوا على كل الإبلاد، ما تعرفش دينهم إيه ولا اتجاهاتهم إيه ولا عايزين إيه، بينادوا بثورة وعايزين الناس تنزل في تجمعات. العالم دول جهلة، إحنا بنواجه أزمة عالمية مش في مصر بس. الناس اللي بتحمل الريس كل حاجة، ليه مفيش أي بلد تاني بتعمل كده؟ الغلاء على العالم كله، الناس دي متآمرة على مصر من واقع كلام بسمعه اتصدر للمواطن المصري. كذا نقطة ممكن أتكلم عنها لو وقت حضراتكم يسمح. على سبيل المثال، المواطن المصري شايط من العاصمة الإدارية. طب تقدر تقولي إيه هي العاصمة الإدارية؟ الرد حيكون دي دولة داخل دولة للعالم الأغنية بس، وعمرنا ما حنزورها ولا حتى في المنام. مش بقول لكم ان الكلام ده اللي بيتصدر وكلام وبنمشي على المقولة اللي بتقول انا حافظ ومش فاهم. هقول لكم ايه هي العاصمة الادارية باختصار. اولا، احنا في جمهورية مصر العربية عايشين على 7% من مساحة مصر. طبعا دي كارثة من كوارث النظام اللي كان موجود، لان النظام القديم كان بيقول ان المساحة دي على شط النيل والباقي صحراء. طب يا عم كنت عمرتها، فضلنا نتزاحم في مساحة صغيرة جدا من مصر، وطبعا بنزيد زيادة رهيبة، بنزيد 2 مليون سنويا بمعدل مليون كل 6 شهور. مفيش دولة سبقانا فيها، ولا حتى الصين كانت زمان دلوقتي لأ. بديهي ان اي رئيس يمسك البلد حيفكر يوسع البلد بدل التكدس السكاني، لاننا فعلا في كارثة حقيقية، وده مش اختراع سيادة الريس عمله، لا ده كل دول العالم بتعمل كده. طب ايه هو الحل؟ اعمر الصحراء. طب مفيش فلوس، اعمرها وابني مدينة لانها هتحتاج مليارات. سيادة الريس عمل ايه؟ راح مد مرافق للصحراء. طبعا معروفة اي مكان في مرافق المكان سعره بيعلى، لانه بيكون صالح للعيش والسكن فيه، يعني امد كهرباء وصرف صحي وشوارع ووسائل مواصلات، اكيد وقتها السعر بيرتفع جدا. تخيلوا كمان يتنقل فيها كل الوزارات والسفارات والجامعات، يعني بقول للمستثمرين ان هنا هتبقى جنة. في حاجة موجودة في مصر وفي كل دول العالم اسمها تخصيص اراضي، ولان الحكومة هي المنوطة من قبل الشعب بالتصرف في اراضي الدولة، انها تتصرف في املاك الشعب وفي كل دول العالم مش في مصر بس. قررت الدولة انها تنشئ شركة عشان يبقى بشكل قانوني اسمها شركة العاصمة الجديدة، بما انها في العاصمة اللي هي القاهرة، والشركة دي ملك الحكومة وملك للشعب، مش قطاع خاص ولا مأجرين عند حد، ده مجرد اجراء قانوني عشان الخطة تكون بشكل صحيح. طبعا الارض كبيرة جدا، مساحتها مساحة دول، فقرروا يعملوها على 4 مراحل، وحاليا شغالين في اول مرحلة، عملوا فيها المرافق وابتدوا يعملوا عروض للمستثمرين العقاريين اللي عايزين يشتروا اراضي وعشان يعملوها عمارات او فيلل او كومبوندات او مولات، وطبعا على نظام اوروبي حديث، تنظيم كامل، لانها هتبقى مناطق زي دبي، مش زي دلوقتي العمارة بتكون فيها فوق سكان وتحت مطعم ولا ميكانيكي، لا هناك هيكون في نظام كبير جدا. طب صرف كل ده ليه؟ بديه انه لازم يعمل عاصمة مختلفة عشان المستثمر يجي يشتري، مش هيروح يعمل لهم ابراج ولا عمارات عادية، لازم حاجة يكون فيها جذب للمستثمر، وقسمها في البداية باسعار قليلة
ودي حاجة اسمها ذكاء تجاري، وبعد كده السعر بقى عالي وهي لسه صح، بس فيها التخطيط للعاصمة والمرافق بس، واتباعت بمليارات. طبعا واحد هيقول لي طب والمليارات دي راحت فين؟ يا حبيبي المليارات دي اتاخدت واتبنى بيها الوحدة الأولى عشان يكملوا باقي الوحدات. ميزانية الدولة زي ما اخواتنا البعدة ما عايزين يفهموكم ويضللوكم، الفلوس دي ما اتصرفتش كلها على العاصمة الإدارية، لا دي اتصرفت على البلد كمان. يعني بدأ يعمل كباري وشوارع للبلد كلها، عمل محطات كهرباء أيام الإخوان، الكهرباء كانت بتقطع طول اليوم، عمل صرف صحي، نص ريف مصر والصعيد ما كانش فيه صرف صحي، توصيل الغاز في أغلب مصر بقى فيها غاز، العيش اللي احنا بناكله الدعم بتاعه بيجي منين؟ بيشغل دماغه وبيبني دولة كاملة من أول وجديد، هدى صعاب محدش قبله عملها، غير شكل مصر بالكامل. احنا مش زي باقي الدول العربية 15 ولا 20 مليون، حتى الغاز اللي كان بيوفره من كام سنة دلوقتي بقى بيكفينا ويدوب بنصدر الجزء الباقي، لأن العدد بيزيد. البيوت اللي اتبنت للعشوائيات، مليون أسرة اتنقلت من عشوائيات لمناطق اتبنت زي الكومباوندات ووحدات سكنية على أرقى مستوى، وكمان مفروشة بالعفش وبجناين وحاجة جميلة جدا. جاب كل ده منين؟ بيدعك الفانوس السحري كل يوم الصبح بيعمل له كل ده، ولا بيشغل دماغه صح عشان بلد وشعب؟ وبعدين هي العاصمة الإدارية مزعلة الناس ليه؟ كل المحافظات حاليا بيتم عمل لها عواصم جديدة. عندنا على سبيل المثال زي محافظة الشرقية في الشرقية الجديدة، وزي المنيا في المنيا الجديدة، وزي أسيوط في أسيوط الجديدة، وهكذا. الرئيس بيعمل حاجة عظيمة جدا للشعب، لكن للأسف في ناس من الشعب مش فاهم ومش مستوعب كم الإنجازات. احنا هنا لما بنقول إنجازات الرئيس بنعي تماما كل حرف فيها. العواصم دي بتتبنى بعيدا عن ميزانية الدولة زي ما سبقت وشرحت، انه بيدخل المرافق ويبيع للمستثمرين، وبفلوس المستثمر بيكمل بناء العاصمة لكل محافظة. يعني بالبلد كده بيبني دولة. اي حد اقتصادي عارف الكلام ده، ولو اطلع على ميزانية الدولة مش هيلاقي بند واحد بيتكلم عن العاصمة الإدارية ولا اي عاصمة لاي محافظة. ده بيعني ان التوسيعات دي مش بتتصرف من ميزانية الدولة. تاني حاجة، ميزانية البلد ما بتكفيش نعمل شارع مش نعمل مدينة. الميزانية دي بتكفي الدعم والموظفين واصحاب المعاشات، وعندنا التعليم المجاني والمستشفيات اللي بتعالج بالمجان. في ستة مليون موظف بيشتغلوا يدوب قاعدين في المصلحة الحكومية وبيقبضوا وبيطالبوا بأرباح وزيادات بقايا النظام القديم. يعني الريس بيحقق المستحيل في دولة كانت مفيش. الأزمة على العالم كله، سعر القمح ارتفع 7 مرات أضعاف. طب الفرق ده مين بيدفعه؟ طب برميل البترول اللي كنا بناخده ب45 دولار دلوقتي بقينا ناخده ب100 دولار، مين اللي هيدفع الفرق ده؟ الشعب مش مستوعب الفرق ده هيجي منين. فواتير الكهرباء مش بتشتغل بالديزل او بالغاز، مين بيدفع الحاجات دي؟ تلاقي واحد مخلف 4 و5 و6 و7 ويطلعوا يعيطوا على الاعلام المضلل، ونجيب منين والدولة سايبانا ومش بتصرف عليه؟ حد قالك تخلف 7؟ ده في ناس بتخلف 10 واكتر. يعني خلفت و2 وحسيت انك مش قادر على المصاريف، بتخلف تاني وعاشر ليه؟ الدولة هي مش مسؤولة عن الكلام ده. هنيجي بقى نتكلم على القروض برضو اللي مزعل الناس وقايمين من ساعتها ومولعين الدنيا، وكل واحد قاعد بيفتي على مزاجه. يا سلام على التأليف والإخراج والإشاعات وصدقوها. أنا هقولك يا حبيبي كل اللي نفسك تعرفه عن القرض. القرض مش بيتاخد عشان يتبنى بيه عاصمة إدارية زي ما بيتصدر ويتقال إنهم منعوا الرئيس من إنه يصرف على العاصمة الإدارية منه. ده معروف ومفهوم. كونك انت بقى مش فاهم دي مشكلتك، كونك انت بتصدر جهل للناس دي مشكلتك ومشكلة اللي بيسمعلك. صندوق النقد الدولي ما بيسلفش دولة عشان تبني منشأ، ما بيحصلش. عشان نستلف منه بيقعد وزير المالية المصري وخبراء الوزراء كلهم بيقعدوا مع صندوق النقد الدولي وبيطلبوا قرض. قبل اي حاجة اي دولة في العالم بتحاول تاخد قرض من صندوق النقد الدولي ليه؟ تفتكروا حد فاهم ليه؟
لأن صندوق النقد الدولي ده لما تطلب منه قرض بيبعت المستشارين بتوعه يشوف اقتصاد دولتك، وحسب ما تطلب. على سبيل المثال طلبت 5 مليار وعملوا لجنة وشافوا بلدك واقتصادها، لو وافقوا على 5 مليار ده معناه ان اقتصادك دولتك قوي وكويس جدا. انا بقول على سبيل المثال مش بقول ارقام. طب افرض لقوا اقتصاد دولتك واقع ومش يستاهل بيترفض القرض، ده معناه ان اقتصاد مصر بقى قادر على سداد الديون، يعني احنا ماشيين صح، وبالقرض ده يعتبر شهادة منه بتقول انك تصلح تسدد الديون دي، وبالشهادة دي تروح كل بنوك العالم تقترض منها وهيقبلوا، لان صندوق النقد الدولي اللي هم اعظم خبراء اقتصاديين في العالم بتقول ان اقتصاد مصر تقدر تدفع القرض. اخدنا مليار، اخدنا 2، الناس اللي قاعدة بتفتي وتقول لك 80 مليار وارقام فلكية. مش بقول لكم في جهل موجود؟ للأسف ان احنا بنعاني. احنا جبنا على هذا الموضوع 7 مليار من بنوك بره. طب حد هيسألوا ايه لازمته القرض والديون، وهنعمل ايه بالقرض، وهيتصرف في ايه لما هو مش هيتصرف لبناء اي مدن جديد؟ هقول لك، لان حصل عجز في الموازنة، الحاجات اللي بنستوردها بقت مضروبة في 3 و4، واكتر الشحن نفسه بقى غالي جدا. يعني الكونتينر اللي كان بيتشحن فاضي ب$900 دلوقتي تمنه 3000 فاضي. طب هنجيب الفرق ده منين؟ طبعا لازم نستلف، ومش احنا بس اللي بنستلف، كل دول العالم بما فيهم اوروبا استلفوا فلوس. لو عدد السكان ثابت او بيقل ما كناش هنستلف، لكن مع الزيادة الكارثية دي يتصرف ازاي؟ الاسعار بتعلى والسكان بتزيد، يبقى مضطر يجيب كل حاجة زيادة زي اكل وكهرباء ومية زيادة، عشان الناس اللي مدرستش اقتصاد وقاعدين يهبدوا ويطلعوا اشاعات وهم قاعدين. مفيش خطأ اقتصادي ان انت تقول ان الدولة دي مديونة ب$40 مليار ولا 50 مليار، مفيش الكلام ده. الدولة ديونها ما بتتقالش كرقم، ده غلط، ده بيتقال بنسبة من معدل الدخل القومي، لانها لو اتقالت كرقم هنقول مثلا ان امريكا دولة بتشحت واليابان انتهت من سنين. ليه؟ لان اكتر دولتين مديونين في العالم هم امريكا واليابان، الاتنين دول ديونهم رهيبة. امريكا ديونها معدية 4 تريليون، ده رقم وهمي، لكن ما ينفعش تقول ان امريكا دولة مديونة وخلاص بتشحت. لا، الكلام ده طبعا جهل وغلط، لان دخل امريكا عالي جدا، ومهما تستلف عندها مقدرة انها تدفع وتسدد. اما نسبة الديون لو اتعدت في اي دولة 30% يبقى البلد في خطر. احنا الحمد لله ما عدناش 30%، وده نظام عالمي مش انا اللي بخترعه. طالما الديون ما تعدتش 30% من معدل الدخل القومي بتاع الدولة يبقى كده احنا تمام قوي. وبكده قدرت ارد على اسئلة شغلت بال ناس كتير، حاولت اوصل المعلومة على ما قدرت. يا رب نكون فهمنا ان اللي بيحصل مش عيب من سيادة الرئيس، الازمة عالمية، واحنا كدولة مش هقول الكلمة المعتادة احسن من غيرنا. لا، انا عارف ان في دول احسن مننا. عشان تقارن بين دولتك ودولة تاني لازم المقارنة تكون عادلة من حيث عدد السكان والاقتصاد والثروات اللي في بلدك. ما ينفعش تقول لي اشمعنى الدولة الفلانية بيقبضوا كذا وعايشين برفاهية، واجي ابص على التعداد السكاني الاقي عددهم 10 مليون واحنا 110 مليون وداخلين على 120 مليون. اللي بيحصل في البلد هينقل مصر نقلة تانية خالص. المندسين والمرتزقة واصحاب الفتن بيحاربونا دلوقتي عشان النهضة اللي بتحصل في مصر. ما تجيش انت كمان وتحارب ويبقى الحرب من الخارج والداخل. ما تخليش حد يستغلك تكون سلاح يحارب بيه وطنك. وطنك عرضك، وطنك هي اللي بقيالك. الرئيس لا باع ولا خان ولا بيأذي حد عشان تعتبره عدو وتشوف كل مميزاته أكنها عيوب. من كام يوم واحد دخل عندي في القناة بيدعو الناس للنزول، لما دققت في كلامه اكتشفت انه مش مصر. عارفين ده معناه ايه؟ معناها انها عناصر من خارج مصر عايزين صور. طب الرئيس أزاف ايه؟ اللي مش مصري ده عشان يشجع النزول. عقلوها وفكروا بعقولكم، ما تسلموش عقولكم لناس مش عايزة غير الفتن لمصر والشر ووقوع مصر. بلاش مصر تقع على ايد اولادها، لو وقعت انت هتقع انت كمان. محدش فيكم يفكر هيخرب مصر، ده انت اول واحد هينداس عليك. انت من غير البلد دي ملكش قيمة ولا مكان. لو مصر مش عاجباكم امشوا وسيبوها. احنا قدام تحدي كبير جدا، معلش، هو سؤال واحد زي عبد الله الشريف ولا الخمورجي محمد علي ولا معتز مطر ولا محمد ناصر؟
يصلح ان يكون رجل مرحلة؟ عايزين نرجع لورا اول مرة اشوف شعب ضد النهضة وبناء دولته، هتقولوا مفيش والعيشة فقر والشغل والدنيا. هو حضراتكم مش اخدين بالكم ان دلوقتي في ظل الغلاء عامل النظافة ماسك موبايل في ايده عليه باقة نت، ومش شايفين ان الرفاهية زادت على حسب المستوى المعيشي بتاعنا؟ كل واحد قاعد على القهوة ويقول لك لا انا راجل جامعي والدولة لازم توفر لي فرص عمل. يا سيدي العدد السكاني كبير جدا، بنقول كبير، لو 100 رئيس مسكوا البلد دي هيعملوا ايه في الزيادة السكانية الرهيبة اللي بتحصل؟ السوق مفتوح، انزل اشتغل، بيع اشتري، وبيبني مش بيهدم. اول قرار يوم 30 يونيو اخد قرار التخلص من الاخوان. انا الحقيقة فخور برئيسي، مصر امنة ليوم الدين. في فساد وفي رشوة اكيد، انا مش هنكر ولا طالع اطبل لحد، لكن حطه تحت ولكن دي مليون خط. مش شايفين القضاء على الفساد شغال وبقوة؟ مش شايفين وزراء بيتشالوا؟ مش شايفين في قضاء بيتحاكموا وناس بتطلع معاش ومش بياخدوا مستحقاتهم بسبب ان هم اكتشفوا فساد ما عليهم؟ انت كرب اسرة مش عارف تدير بيتك كما يجب عشان ما نضحكش على نفسنا، ما تجيش تقعد ومعاك باقة نت مساعداك وتخطط لمستقبل مصر. الموضوع مش بالسهولة دي يا حبيبي. كل العناصر اللي بتحمس الناس على النزول دي محدش فيهم هتشوف وشهم، هيكونوا قاعدين مشغلين التكييف وقاعدين يتفرجوا علينا وبيضحكوا علينا. بلاش تسلم دماغك لحد بيقصد لمصر الدمار والخراب. مش بقول كده عشان ارضي حد ولا اطبل لحد، انا كلمتكم بمنتهى الامانة وكلامي يمليه عليا ضميري. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. مش اي معلومة تتقال ليكم تنشروها على انها حقيقة، انتم كمان مسؤولين زي اللي بيضلل. وفي سورة يوسف بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. صدق الله العظيم. مصر باذن الله محفوظة. وفي النهاية بشكركم وبعتذر لو طولت عليكم، عشان اتكلم عن مصر عايزين سنين وسنين. ولو وصلت معايا لهنا مش هطلب منكم المرة دي لا لايك ولا دعم، هطلب منكم دعوة صادقة من القلب لمصر في التعليقات، وليكم مني جزيل الشكر وكل امنياتي ليكم بالسعادة. مفيش حاجة اسمها نزول 11-11. اللهم احفظ مصر وكل الدول العربية، واشوفكم بكل خير. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.